هو الذي أنت مشغول به. أنت تكتب قصة حياتك في كل دقة. أنا لو فاكر بالماضي، شيء وحيد الذي يهم هو الحاضر. الذي يسيء استخدام الوقت هو أول من يشتقي من قصره. الوقت كالدرهم، وهي الدرهم الوحيد الذي تملكه، وأنت تقرر ألا تصرفه، فلا تدع الآخرين يصرفونه لك. مع أريق تحياتي، صديقتكم المخلصة حنان عثمان عبد القادر من مصر. شكرا جزيلا يا أختي الحبيبة على هذه المساهمة الرائعة، ونتمنى دوام التواصل في أوقات فراغك. كل عام وأنتم بخير.